vai dizer controle automático? Chupa. Pegar uma tinha, né? Queria pouco. طاكسي قال لي عندي 25 درهم اللي كتخرج على برا ان شاء الله نخرج على برا. المهم اخوتي اليوم ان شاء الله غادي ليفري وشيو ديال الجيف واي، غادي نديو لمدينه الرباط، الدري اللي ربح في الرباط ديجا دويت معاه، غادي نخلي لكم كونفرساسيون فيها كلشي. قلت ليه حتى الغدا ونعيط لك، يلا عيط لي اخوتي. قال لي كنسكن في حي النهضه جوج، غادي نشتري عن رابا اكدال. المهم راه دوشت الكليبه زوينه صغيره، ها هي راه دوشت ليها، ها هي كتشمش بما نشفات، ها هي بما نشفات. وغادي نشدو الطريق ان شاء الله للرباط، غادي تعيشوا معايا الاجواء كاملين باش تعرفوا انه كيف هو حقيقي وداكشي ما فيه لا كذوب لا والو. الناس اللي ما ربحوش ما يبقاش فيكم الحال، قريب ان شاء الله غادي نديروا كيف هو اخر. وحد موفق للجميع وكنبغيكم، وتحيه للناس ديال الجزائر واين مدينه كتبعوني وكلشي، وبزاف ديال الحب ليكم. وقريب ان شاء الله غندير واحد الكونسيبت في يوتيوب اللي ما يمكنش راه كنوجد فيه، داكشي علاش غابر عليكم وما مركزش على يوتيوب وانستغرام وتيك توك وداكشي، ما مركزش عليه مزيان، مركز على الكونسيبت اللي باغي نديرو. المهم فرجه ممتعه، كملوا الفيديو حتى الاخر، غيكون واعر ديال بصح علاش حتى فيه فواياج وانتم عارفين باش كنسافر بالبال التران شكاره كل بالبال. المحطة، المهم اخوتي دابا وصلنا المحطة، جبت طاكسي في بافات ديما نازي جهة اللي برا في الشبارة معليناش، ساج بيتو سي اوروبا شحال هادي المسافة سي دراهم صراحة، نمشي نشري بافات ونخرج. نتوما راكم عارفين اخوتي بلي ان تعرضي دي كلب في الدران، ولكن فهمتي انا تندير في الشكاره ماشي نادي حتى شي واحد، والكلب ما فراسيش عندي الشكاره في ظهري. كي قلت لكم غنمشي نجيب بافات، خديت بافات ها هي فوالا هي بافات. المهم حتى واحد ما قال لي بافات ولا شي حاجه، الكلب خرج راسو وجا واحد الدري كيلعب معاه، قلت ناري قفارتها درتها بليت واحد تخشيت الكلب في الشكاره سديت عليه. قلت لي خويا الرباط راه باك داير ياك الحمد لله ماشي في الجو الكلبة ما تشفاتش مزيان، خرجوا دابا تشمش هنايا باقي الدران عندنا حتى قلت تقريبا جوج ونص دابا يلاه جوج وقسم كاين شوية ديال الريح. المهم هي الكليبة هنايا في الشكارة راه سديت عليها نحل عليها قدامكم. يا تمشي مع راساتك هنايا هنا جا الدران، الدران غيجي من هنايا عندنا السكر بها، هي هادي السكر بها هالكليبة. المهم اخوتي ما تنساوش لايك، نزلوا قولوا لي اش من مدينة كتبعونا، شحال هادي ما وصلنا لألف كومونتير، عارفكم بلي قادين توصلوني لألف كومونتير، قادين توصلوني لعشرين ألف لايك، أي حاجة قادين حنايا، حيتاش الكونسيبت اللي غادي نديرو إن شاء الله غادي تستافدوا معايا وحق الله العلي العظيم. مهم فرجة ممتعة وتحية للناس ديال الجزائر، ديما كنبغي نقولها وكنسى، تحية للناس ديال تونس، العرب اون جينيرال، المصريين، الناس كاع مغاربة وكاع المدن، كاع المدن. فوالا خوتي جا التران ركبنا، جا قبل الوقت بعدا، هادي حاجة زوينة. المهم كيف كنقول لكم نزلو ديروا لايك تابوناو باش نوصلو 200,000 ابوني، ما تنساوش الكونسيبت اللي جاي بيه راه واعر ديال بصح، ما عمر شي واحد دارو في يوتيوب. المهم كليبة هاهي باش تشوفوها، باش نخلو وجهي شي كونترول شي حاجة، لكن هاني دابا صافي العطا الله عطاه كير. أيا فاهم هو هانتوما خوتي الله يجازي كونترول هانتوما ربي لاخي نزد عليها دغيا. المهم طلاقة ونطلاقة ونقرر، المهم دغيا راه دغيا نوصل للرباط انايا يعني، راه مكاينش مكايناش حتى ساعة دغيا قريب الكاز. شوف 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 شوف
Et voilà, quand je vais à Double Fruits. Double Fruits, c'est ma hata. Il y a le rabat à terre. عمرني نزلت في هاد المحطة هادي، أقسم بالله ما عارف. المهم دخلت الواجب في لوكاليزاسيون، عطني ربع ساعة المهم نخرجو للشارع. المهم الرباط راه زوين الصراحة، تحية للناس ديال الرباط. الرباط مدينة إدارية، الناس شكون معلومات أنا نعطيكم. وكازا مدينة اقتصادية يعني فيها الخدمة والشغل وداكشي. المهم هانتوما أخوتي راه الرباط، نمشيو لدوك الطاكسيات اللي لهيه. واش نهبط من هنا؟ وين ما عليناش، شنو نقلبو على الدري؟ واش كان خصني ننزل في المحطة اللي من وراها هادي ولا هادي؟ المهم حنا راه مع بعضياتنا تلقاو الدري. والله إلا هاد المحطة هاديك تحس براسك بحال في المحطة ديال خرج منها، المحطة ديال سميتها؟ ديال قولوا لي فيكم مو تخدم ديالها اللي كطير شنو ديال الطياره اللي كتخرج على برا. ان شاء الله نخرجوا على برا. ان شاء الله. حنا على الكلبه على دابا كيش اللي دو معانا دابا في الزنقه. خرجت نفسي مع راسك، رجع راسك بالعلالي هكا. انتما طاكسي قال لي عندك ب 25 درهم لا تحيد المحطه. المهم ماشي مشكل، لي برا ما فاهم والو. قال لي نوصيك الكليان ما يشوفش الكليب. قلت لي صافي اخويا ما غنسد عليها نشوف لك. فوالا اخوتي دابا حنا تلاقينا مع اخويا انس، مازال ما وريتوش الكليب نهائيا. مازال كاع ما متيق ياك؟ قال لي خوك قال لي كاع ما متيق. قال لي ملي قالها هو الخو ما تيقش حتى شافني وصلت. المهم دابا نطلعوا معاه نحطوا ليه الكليبه، وبغيتكم بغيت نشوف الرياكسيون ديالو فاش يشوف الكلبه. ورا والله مازال ما شافها، مسدود عليها في الشكار. شي تحيه ليهم. تحياتي يا خوتي الله يحفظكم. والدري راه درويش. وقول لهم واش كذبت عليهم و... لا لا والله الا معقوله الدري بالله. اي فوالا اخوتي كيف ما كتشوفوا طلعت مع الدري للسطح فين غتعيش الكليبه هنايا. خويا انس بالصحه والراحه اجي حدايا. المهم غادي نحل نوري الكلبه دابا ونشوفو شوفو اش كيقول ردة الفعل ديالها. ما شاء الله انتما خوتي كيف ما كتشوفو هاهي الكليبه دوز هنايا. وراها انا صافتك انتوما خوتي شي كريمه. شكرا اخويا زكريا راه الكليب وصلات. حتى الله فيها ضروري فين جبني لها هذا هاي صايب لها. المهم هاي صايب لها هنايا اخوتي، هاي قاد لها بلايصه ديالها هنايا. بالصحه والراحه اخويا، الله يدخل عليك بالصحه والسلامه. امين يا المهم اخوتي هاي ميسيكم لات تال هنايا. شكرا للاخ ديالك عالي ديجا راه تا هو مولوع، وكانت عنده قلتي ليا كان عنده روتيال بيرجر رويال، كان عنده ديجا بيرجر رويال. المهم الكليبه هي مع الطريق راه مسخسخه خاصها تاكل وترتاح وبالصحه والراحه. من ناحيه التهلو ما تخممش دابا اي فوالا خوتي تال هنايا غنكون مستنيين الله الفيديو ديالنا. تهلاو في راسكم نشوفكم في الفيديو الجاي. شكرا بزاف الناس ديال الرباط، تغديت كلشي بخير وشربت قهيوة، ودابا غادي نرجع لكازا بالصحة والراحة. الكليبة في أناس تلاو فيوسكم نشوفكم فيديو جديد قريب ان شاء الله. باي. عزيز عليها الكلاب. شنو عزيز عليك؟ الكلاب بزاف. اه عزيزين عليها بزاف. شوفوا خوتي هاد البلاصه هادي صراحه واعره ديال بصح